قد لا يستوفي تواب الشروط الكاملة ليكون دليلا سياحيا عاديا، فلونه برتقالي قصير القامة ووزنه يصل إلى 200 كيلوغرام، لكن هذا الرجل الآلي خرق القاعدة وأصبح موظفا يعمل في برج طوكيو، أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة اليابانية. من مميزات توابو أنه يجيد 4 لغات وهي اليابانية والصينية والإنجليزية والكورية. برج طوكيو يستقبل أكثر من 100,000 زائر في السنة، وهذا العدد يتزايد، وآمل أن يتمكن توابو من القيام بعمله على أكمل وجه. بعد أن تسلم توابو إفادة عمله الجديد، قام بالترحيب بزواره السياح على طريقته الخاصة وشرح لهم بعض المعلومات السياحية. أريد أن أتعلم من زملائي الآخرين كيف أرحب بالزوار وأتكلم مع عملائنا. أرجوكم تعالوا إلى برج طوكيو لرؤيتي. هو ظريف جدا ومذهل، كيف يتكلم ب4 لغات؟ توابو لا يكون لديه أي عطلة، فهو سيعمل خلال أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، ولكنه سيكون بحاجة إلى بضع ساعات خلال اليوم لكي يعاد شحنه بالكهرباء. وظف المسؤولون في البرج توابو الرجل الآلي لأنه لا يتعب ولا يشتكي من دوام عمله الطويل، ليكون أول رجل آلي يوظف بدل موظف بشري.